حبينا أول شيء نتناقش كم شغلة قبل لا نبدأ بالمحاضرة. أولاً أنا شفت معظمكم يعني قلقين من مسألة الامتحان، في حين أنه المفروض تقلقون على شيء آخر، اللي هو أنه أنت تعلمت من هاي السنة أو لا، شنو اللي كسبته من علم بهذه السنة، وليس أنك نجحت أو ما نجحت، أو يعني تعرفون ظرف المرحلة، لكن لازم تقلقون على شيء واحد، على أنه شو تعلمته من هذه المرحلة، شو استفاديته من هذا الدرس، شو استفاديته من هاي المحاضرة، هذا اللي لازم تقلقون عليه. مو أنتوا خارصين راح تقلقون بمسألة الامتحان ومسألة الكويز ومسألة، وهي هي كلها مسائل ثانوية. شيء الآخر، إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ نعطيكم الجدول مع الامتحان الأورالي، لأن الامتحان العام بعدين نتناقش مسألة هذه الكويز. خلونا بعدين إن شاء الله وراء المحاضرة إيش عندكم سؤال حول هذه نتناقش. أوكي طيب، الأسبوع القادم زين نبدي نحضر للامتحان، ومسألة توقيت الامتحان الأورالي راح نتفق وياكم على أوقات اللي هي تكون يعني الإشارة تكون بها جيدة وما بها تقطيع. حس الآن أنتم يمكن أدرى زين بوضع شبكاتكم ووضع هذا شو اسمه، ويا وقت تكون زين الوقت المناسب لكم، لأنه الامتحان مالتنا راح يكون على الزوم وليس على الموديل، فما له علاقة لا بإشارة الجامعة ولا بموقع الجامعة ولا هذا شو اسمه، هو زين على برنامج الزوم. وقلت لكم كلكم لازم تسوون حسابات الزوم بأسماءكم الصريحة، وإن شاء الله امتحانكم النظري راح يصير يوم 15، فإحنا لازم نكون مكملين امتحان العملي زين قبل هاي المدة بأسبوع على الأقل، تهيئوا نفسكم من الأسبوع القادم. نجي المحاضرة اللي حبيتوا أنتوا أنه نسوي ريفيو سريع عليها. حبيت أقول لكم فد شغلة أخرى، أنه ما مطلوب مو فقط المحاضرة والتكست مالت المحاضرة، حتى الدسكشن اللي أنتوا تعرضوه من أسئلة وإحنا يعني زين نشرح به، ترى هم مطلوب من عندكم، يعني هو بصمم الموضوع، ولو تقول انه هذه ما مكتوبه لكن مشار اليها ومتناقشين، وبالتالي حتى نفرق ما بين اللي يحضر المحاضره وما بين اللي ما يحضر المحاضره ولا يحضر الدسكشن. اوكي هاي معلومه. موضوعنا اليوم هو الارتكليترز. انت اشتغلتوا بالارتكليتر وسويتوا ماونتينج، بس احنا راح نسوي ريفيو to the articulator as a subject. Mechanical instrument that represent temporomandibular joints and jaws to which the maxillary and mandibular cast may be attached to simulate some or all mandibular movements. وهذه some or all تعتمد على أنه type of the articulator. أكو types. Then simulate some of movements, limits of movement. وأكو حتى all mandibular movements that will be duplicated or recorded from the patients and transmitted to the articulator. اتفقنا على أنه بما أنه شغلنا هو as an indirect technique، واتفقنا على أنه هذه upper and lower cast represent the upper and lower arch. هسه أريد أن temporomandibular joint شلون أسوي ال presentation، شلون أطلع خارج ال patient's mouth وأشتغل، هو by the using the articulator. نجي ليش وقت شوية الإشارة تكون ضعيفة، مشكلة يعني
دائما كل ما بتكونون اقرب الى وقت الصباح زين requirements of an articulator. Number one, should hold cast in a correct horizontal relation. We should hold the cast in a correct vertical relation. يعني انت هذا ال horizontal وال vertical هذه dimension اللي registered from the patient's mouth and they transmitted إلى the articulator. نفس هذه relation لازم تبقى على هذا ال articulator. من واحدة من مواصفات الارتكوليتر هذا الريكورد اللي أخذته من البيشنس ماوث should be maintained as its نفسه هو اللي أخذته من البيشنس ماوث لازم يبقى على الارتكوليتر should be cast easily removed and reattachable. وانتم مثلا شفتوا ارتكوليتراتكم بها magnetic بحيث بسهولة انت تقدر تشيل الكاست والماونتنج تمبلت وتشتغل عليها وتنسمه وترجعها للارتكوليتر بنفس البوزيشن. اكو ارتكوليترات لا بيها سكرو وايضا السكرو ينفتح بسهولة وتطلع الماونتنج تيبل والكاست كله تقدر تطلع من الارتكوليتر وتشتغل منين تسوي واكسينج تريد تنظفها تريد هذا الشيء ويرجع بنفس البوزيشن. Should provide a positive anterior vertical stop اللي هو هذا الانسايزل بن. معظم طلاب زين اركز لهم من يجي يشوف شغله نقول له يابا انه هذا الانسايزل بن اللي بالارتكوليتر مالتك لازم يكون بالزيرو ولازم سكرود وما يتغير. تقول كلش مهم هذا؟ اقول لك ايه كلش مهم. وبخلافه زين وبخلافه شنو يصير؟ تقول هسه انا مثلا اريد اشيله لان احيانا من اريد اسوي ارينجمنت هذا واقف بالنص. انت هذا هو المنتينز مات الفيرتيكال دايمنشن اللي انت اخذته من البيشنس. شو تخيل هسه انت تخيل زين شيل هذا البن وشيل الواكس من على الريكورد بيس حتى تسوي ارينجمنتس الارتكوليتر راح يطبق بكل الاتجاه راح الفيرتيكال دايمنشن اللي انت اخذته زين وسويت له ريكورد من البيشنس ماوث وهذا شو اسمه ات ويل بي لوست. وين الفيرتيكال هذا اللي شو اسمه راح. اللي حافظ لك على الفيرتيكال ريليشن بنفس مكانهم هو هذا الانسايزل بن. ودائما نقول لكم من تشتغل تباوع لي هذا الانسايزل بن تاتش ذا انسايزل تيبل هنا انا هذا البوزيشن انتبه لي عليه. وين ما تشتغل شوف هذه اكو تاتشينج لو لا لان من تشتغلون وانت ما منتبه سو ارينجمنت زين وارتفع هذا البن زين وكملت ارينجمنت وارتفع هذا البن وصار انكريز بالفيرتيكال دايمنشن واي ايرور بالفيرتيكال دايمنشن يعطيك ايرور بالهوريزونتال ريليشن بالسنتريك ريليشن يعني يعطيك سنتريك اوف وفيرتيكال اوف لازم تعيد من جديد. اذا اتباع لهذا هذا البن سكرود اوكي وبالزيرو وايضا تاتش ذا انسايزر تيبل وين ما تشتغل. It should accept the Facebook transfer record و then should open and close in a hinge movement. فالهنج موفمنت كل الارتكوليترات فيها هنج موفمنت ليست خاصة بارتكوليتر. يعني من اجي اقول على الفولي ادجستبل ارتكوليتر بي لاترال وبي انزين بي هوريزونتال جايدنس وبي هذا يعني ما بي هنج لا بي كلهن لازم بيهن هنج موفمنت. Should made a non-corrosive and rigid material. شفتوا انت زين اشتغلتوا سويتوا الميكسينج مع البلاستر وغسلتوا للارتكوليتر. فاذا كان هذا الارتكوليتر من متل اللي هو مثلا خلينا نقول الحديد الغير هذا شو اسمه مو ستانلس ستيل او مو النيكل او مو العفو مو الالمنيوم هذا شو اسمه راسا راح يزنجر هذا المبر وراح تشيل هذا شو اسمه المفاصل مالته كلها تزنجر وهذا ويتشلف وتضطر انه يبقى اول استعمال يتلف. لازم يكون نان بالكي ومو هيفي يعني هسه اشتغلتوا به وتتخيل انه هذا وزنه ضعف هذا الوزن زين ما تقدر تسوي مانيبيوليشن بي وتقدر هذا تقدر تشيله. زين should be adequate space between the upper and lower member. هذا لانه انت راح تتعامل ويا كيسات مختلفه قد تكون الفيرتيكال دايمنشن كلش كبير وهذا جسم فاذا كان زين ما عندك هذا السبيس الكافي راح يصير انترفيرنس زين وما تقدر تستعمله. Moving part should be more freely without friction. وهنا ذن الارتكوليتات خصوصا السمي adjustable articulator او زين الفولي adjustable
سوي الارتكليتر ذني يجي وياهن سبيشال اويل ورا كل استعمال يخلون على ذن المكانات اللي بيهن سكروز واللي بيهن هذا شو اسمه يخلون على هذا الاويل حتى لا يصير بيها فريكشن وانزين وتشلب انزين هذه الموفابل بارت. طيب الان نجي تايب اوف ذا ارتكليتر عندنا احنا هذا شو اسمه قلنا لكم عندنا الكلاسيفيكيشن مالت الارتكليتر هرجع لكم على هاي الصوره شويه بها ملاحظه عندنا نون ادجستبل والادجستبل والنون ادجستبل هو السمبل ارتكليتر والمين فاليو والادجستبل عندنا السيمي ادجستبل والفولي ادجستبل ارتكليتر لان هذه حركه التطور اللي مشت انزين على الارتكليتر منذ يعني من اكثر من 200 سنه 300 سنه الله اعلم انزين انه سووا ارتكليترات انزين وتطورت تدريجيا واكو هسه حتى كمبيوترايز ارتكليتر اللي هي ديجيتالايز ارتكليتر لكن الى استخداماته الخاصه انزين نرجع لكم على هذا السلايد نشوفكم هذه الماونتنج تيبل طبعا قلت لكم هذا شو اسمه انتم اللي اشتغلتوا عليها هي ستريت انزين هذا شو اسمه واحنا من سوينا الارنجمنت لو تتذكرون قلنا لكم نبدي مثلا البريمولر هذا يصير تاج المولر يصير بس من ميزو بليت الكاسب يصير تاج للتيبل وبعدين يصعد هذا نص مليم وهذا مليم بعدين ال السكند مولر زين يصعد نص من هذه مليم الى مليمين حتى تحصل الكيرف اوف سبيد بعض الارتكليترات يجهزك بتيبل ماونتنج تيبل هي بها هذا الكيرف اوف سبيد وبالتالي انت تقدر تسوي ارنجمنت بحيث كلهن يصير انتاج في الحقيقه هو انت تسوي تاج بس تقدر ترتفع عن الاكلوزر البلين وتسوي الكيرف اوف سبيد هاي واحده من يعني زين الشغلات تسويها الشركات في سبيل تسهل العمل على التكنيشن عندنا نمبر 1 اللي هي سمبل ارتكليتر موجود عندنا بالمحتوى اللي انتم شفتوه وهذا زين وهذا الفيرست تايب زين بس بي هو اوبن اند كلوز اونلي زين بس الهنج موفمنت موجوده بي ويستقبل ياخذ فيرتيكال ريليشن والهوريزونتال ريليشن ادز ادفانتج ما تطلع ليميت زين وما يسوي برزنتيشن للتمبرومانديبلر جوينت لان التمبرومانديبلر جوينت مو هنج يعني انت الفك مالتك هذا اسمه الماندبل ما يفتح ويسد ان هنج بيور هنج موفمنت تتخيلها انت تباوع تقول انا هسه جاي افتح شو هذه فتحه وسد هو مو هيش لو تباوع انه الكوندايل هيد بالميليجلينويد فوسا الستارتنج مالت الموفمنت اكو بيور روتيشن حوالي 2 مليم بين ما يفتح بعدين يصير بي ترانسليشن داونورد اند فورورد حسب شكل هذه الامينانس مالت الجلينويد فوسا ايش قد الانجوليشن مالته فهو مو بيور روتيشن اذا هذا السمبل ارتكليتر ما دي يسوي برزنتيشن 100% للتمبرومانديبلر جوينت وهي واحده من الليمتس مالته المين فاليو انبنى على ثيوري معينه على انه هذا الانكلينيشن مالت الجلينويد فوس مال هذا الامينانس زين يقول لك هذه زين درجه ثبتها على ال 30 وهذا هو المين فاليو او يسموه افريج او يسموه فيكس كونتايل باث وبالتالي راح يتحرك الارتكليتر فيكس انجوليشن اللي هي ال 30 وهذا فرق عن ال زين عن السمبل ارتكليتر يعني اشكال ومن عندهم اشكال هو مين فاليو ونفس هذا اللي اشتغلتوا عليه انتم ايضا هو المين فاليو او الفيكس كونتايل باث او الافريج كل اسماء لشيء واحد الموفمنتس بي اوبن اند كلوز والبروتروسيف على فيكست زين كونتايل باث انجل اللي هي ال 30 الريكورد اللي ياخذها هو فيرتيكال والسنتريك والفيسبو انواع محدده تاخذ فيسبو بالنسبه للفري بلين كلها تاخذ فيسبو ريكورد كلها البقيه مبنيه على بون ولا تراينجل ثيوري زين قلت لكم هذه البون ولا زين انه معتمد على انه الديستنس زين بين السنتر اوف ذا تو كونتايل والكونتاكت
points مات ال two central lower central incisor يكون لك مثلث متساوي أضلاع. وعلى هذا الأساس بنوا free plane articulator نفس هذا الموضوع. طبعاً هذه افتراضية وليست حقيقية. نجي على الأدجستبل أرتكوليتر. أدجستبل أرتكوليتر عندنا السيمي أدجستبل والفولي أدجستبل. السيمي أدجستبل أرتكوليتر من كانت الليمت الامتحان يخلص ساعة واحدة يا أحمد يا لؤي، وإحنا بدينا بالوحدة. إنزين وين كنت أنت هاي الفترة؟ واحدة وربع. إنزين عموما اللي عندك إنزين سؤال بيها نقدر نعيدها إنزين أو نعيدك إياها في وقت آخر إن شاء الله، لأن قبل الوقت ما يسمح لنا عندنا هواي شغلات نتناقش فيها. إنزين عيني السيمي أدجستبل أرتكوليتر بما أنه كان الليمت مالتنا أو خلينا نقول الديز أدفانتج مالت الفري بلين من أرتكوليتر أنه هاي تقول فيكس كوندايل بات أنا تمثبتها على 30 درجة. وأنا قد يكون يجيني مريض طبعا ها بالمناسبة خليها ترى الكوندايل بات يعني هذه مالت الداونورد فورورد فورد موفمنت مالت الكوندايل الكلينويد هذا شو اسمه بالكلينويد فوسا. إنزين هذه تختلف من مريض المريض هاي الزاوية، ومو بس حتى من مريض المريض من نفس المريض الرايت تختلف عن الليفت، يعني هل انجوليشن هذا ممكن يكون الرايت يختلف عن الليفت، وبالتالي انت اجت ثبت لي على ال 30 هذا مو هم فول برزنتيشن للتمبرامانديبلر جوينت، وانا اريد انشي من برزنتد تعال سوي لي دوبليكيشن وسوي لي ريكورد لهذه الزاويه اللي تقول عليها ونقل ليها الى ارتكوليتر. هذا الارتكوليتر بقابليه بانه ادجستد حسب الزاويه اللي انت سجلتها من المريض. ايش قد انزين طلعت الزاويه مو 30 35 40 45 20 وتبر ايش قد طلعت هاي الزاويه سوي لي كوندايل جايدنس بهذه الادجستمنت بحيث انزين سووه هو السيمي أدجستبل أرتكوليتر ويا هذا الكوندايلر جايدنس إنزين اللي يمثل لك إنزين أنه بيدر تدريجات هاي هنا نشوفون أكو هذه إنزين هاي التدريجات هي على أساسها تسوي أدجستد وتسوي دوبليكيشن وتسوي ريكورد من البيشن سما وتنقلها على الأرتكوليتر وتسوي أدجستمنت تقول أنا طيب إيش بي ليميت هذا السيمي أدجستبل؟ اكو شيء اسمه lateral guidance انزين هذا هنا انزين هذا lateral guidance بالسيمي adjustable articulator سووا طلعوا من معادلة اللي هي قسموا horizontal guidance على 8 زائد 12 يقول لك هذا هو lateral guidance. يعني هاي الزاوية لو تشوفون هذه التدريجات اللي هنا هذه طلعها من معادلة مو سجلها من المريض انزين هذه ما تسجل من هذا شو اسمه. لذلك هسه ان شاء الله اذا نصعدون صف خامس وصارت فرصه انه نشتغل على السيمي ادجستبل ارتكوليتر نعلمكم شلون نسوي ريكورد زين تو ذا هوريزونتال جايدنس وريكورد تو ذا لاترال جايدنس ان شاء الله. بس المهم انه اني من البيشنس اخذ بس هوريزونتال جايدنس بس هذا اسمه زين بالبروتروسيف نسوي حركه البروتروسيف بالترايل دنشر وبعدين نقدر نرجع على الارتكوليتر ونسوي ادجستمنت الا في التكنيك خاص. لاترال ما ياخذ هذا السيمي ادجستبل ارتكوليتر ومنها انواع الهنو والدنتاتاس وهذه كلها بنفس الترتيب طلع اللاترال جايدنس من معادله خاصه يسموها هنو فورمولا. هذه البارس مات هذا هو السيمي ادجستبل ارتكوليتر. اكو نوعين خفص الحين تسمعون الاركون والنون اركون هذين يكون بالسيمي ادجستبل ارتكوليتر زين يا اما تكون هذه البول مالت الكوندايل زين اتاش تو ليفر ممبر سميه اركون زين او باعتبار انه هذا دي سوي برزنتيشن يقول لك انا دا اسوي مثل الماندبل الماندبل هو ماندبل بون ويا هذا شو اسمه الريماس ويا الكوندايل هيد زين وارتكوليت ويا الفوسه تصير الكوندايل
ويا اللور منبر والفوسه بالابر منبر. اكو سووا يقول لك هذا هو ما يفرق هوايه بحيث انه الفوسه تصير باللور منبر وهذه والهيد يصير بالابر منبر. اكو دراسات تقول هذا يفرق من زين بالموفمنت، واكو دراسات تقول لك لا ماكو فرق باعتبار هي اذا تسوي انت جلايد من زين شيء على شيء. بس هذا موجودات اذا سمعت بهالمصطلحين شنو اركم شنو اركم. شنو البوسيبلتي اوف موفمنتس اوبن اند كلوز وبروتروسيف اكوردنج تو horizontal contact path determined by the patient recorded by the patient and transmitted to the articulator. هذه فرقها عن ال منزين ال free plane. شوف شلون بدأت تتطور حركة هذه اسمها منزين حركة ال أو حركة التطور بالنسبة للarticulator من ال free plane ثبتوا على 30. هنا قالوا لا احنا نقدر نسويها ونسجلها من المريض ونسوي adjusted وننقلها من المريض ونحولها على الarticulator. Number three, lateral movements of the angle estimated from the Hanno formula. طبعا هاي limitation هو bilateral movement. يعني يعني تقدر تسوي right وleft. بس هذه right وleft جايتك من 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 معادلة مو من ال patients. ما سجلتها أنت من ال patients وقلتها من ال articulator. So, some of type have a Bennett movement. ال Bennett movement هي immediate side shift. بعض السم هذا الانواع من السمي ادجستبل ارتكليتر هو الويب ماكس اكثر شيء. هذه هذا بي بنت موفمنتس زين وتقدر هم تسجلها هذه من البيشنس وتنقلها على هذا. في بعض الارتكليترات من السمي ادجستبل بها بنت ومعظمها ما بها بنت موفمنت كلها يحصرها بالفولي ادجستبل ارتكليتر. الريكوردز زين بي فيس بول زين والمونتنج مالت الابر كاست اكوردنج تو ذا فيس بول ريكورد. Eccentric then occluding relations اللي هي vertical will eccentric relation will protrusive record هم تأخذها من patients وتنقلها على articulator. كل هذا يتقبلها then semi adjustable articulator. Disadvantage ماتن قلنا lateral condyle path خذتها من formula مو أخذتها من المريض، وبالتالي من صارت من فورمولا معناته مو برزنتد 100% للمريض مو مال نفس هذا البيشنس ماتك، لا انت طبقتها على كل المرضى من خلال فورمولا خاصه. Most of these then articulators have no Bennett movement. نجي الان نطور الموضوع الى ان وصلوا الى الفولي ادجستبل articulator. دي يشوفون شنو شورت كومينج بالسابق يحاولون انه يحاشوها بالارتكليترات الجديده. قال لك انه هذا كانت مشكلتك انه ما بي بنت موفمنت، راح اسوي لك ارتكليتر بي بنت موفمنت. كانت مشكلتك انه اللاترال كوندايلر جايدنس اخذتها من فورمولا، لا راح اسوي لك ارتكليتر عند استعداد انه سجل لي اللاترال كوندايلر جايدنس زين وتنقلها على الارتكليتر وتسوي ادجستمنت وتطلع نفس المبلغ. وقلت لكم هم نفس الشيء احتمال انه ما نلقاها هذا شو اسمه الرايت والليفت احيانا هم نلقاها مختلفات، فاذا تقدر تسجلها زين تاخذها من المريض وتنقلها على الارتكليتر وهذه هي زين. احنا هنا زين الريكوردز ياخذ فيسبو، طبعا فيسبو ياخذ الكيناماتيك فيسبو هسه راح نجي نحكي عليه زين سيمي ادجستبل centric occluding vertical centric والبروتروسيف واللاترال هذا شو اسمه كان واللاترال مو بس رايت لاترال والليفت لاترال لان تختلف خلوها ببالكم مو نفس المريض تلقى الكوندايلر جايدنس تختلف زين واللاترال جايدنس هم تختلف من الرايت للليفت لان هذا اناتومي. ليش تختلف؟ اقول لك هذا اناتومي يعني هذا البيشنت هذا شو اسمه مو بالضروره انه يكون سيمتريكال. هذا شو اسمه ترى السيمتري مالت البيشنت الرايت يشبه الليفت ما موجوده زين اختلافات كلش هوايه ومنها هذا شو اسمه. فتلقى بالاناتومي مالته انه الكوندايلر شو اسمه هاي الانجل مالت الكوندايلر هذا شو اسمه مختلفه اللاترال هذه زين انجل تلقاها مختلفه بين الرايت والليفت. لذلك من الضروري انه عندي كابابيلتي تو ريجستر ذيس فاريبلز فروم ذا بيشنت اند ترانسميتد للارتكليتر. الديسادفانتج مالته هو مالتيبل ريكورد زين يعني راح لازم تاخذ زين فيرتيكال دايمنشن
وتاخذ السنتريك ريليشن وتاخذ بروتروسيف وتاخذ رايت وليفت لاترال موفمنتس. زين حوالي 5 ريكوردز تو 6 ريكوردز. زين غير انا ها وفيسبو. زين هذه هم ريكورد تقريبا. فهي شيء اولا كومبليكيتد، ثانيا ات نيد تايم اند بريسيجن، زين ثالثا هذه كلها هي طبعا الفول ادجستبل اركليتر فيري اكسبنسيف، اكثر اغلى من السيمي ادجستبل، اغلى من الكليبتين، زين لانه بحركات متعدده. طيب ما راح نعطيكم هذا شو اسمه، راح تسمعون على اسم التيرمينال هنج اكسس او الترانسفيرس هنج اكسس، ترى نفس الشيء. مو قلنا قبل شويه انه انت عندك روتيشن موفمنتس، زين وبيورلي روتيشن موفمنتس هي الستارتنج مات الموفمنتس مات الماندبل. يعني انت هسه من ساد حلقك بالسنتريك اوكلوجن واقول لك افتح، زين هسه هاي بدايه الفتحه، بدايه ما تريد تفتح، زين هذا شو اسمه راح يصير فدها بيور روتيشن مات تو كوندايل اراوند ان ايماجينري لاين. يعني هذا اللاين اناتوميكلي ما موجود بس راح نتخيله باعتبار انا مو عندي روتيشن. تقول زين هذا الروتيشن السنتر مالته وين؟ نقول لك هو هذا التيرمينال هنج اكسس. راح تتخيل لي اياه وتقول هذا هو السنتر اوف روتيشن اللي هي الستارتنج مات الموفمنت. لان هذا انزين تقول هذا يعني شنو انزين ما يبقى لي؟ اقول لك بمجرد ما انت خلصت هاي الموفمنت الروتيشن انزين وبدا صار داونورد اند فورورد ترانسليشن مات الماندبل حتى يكمل الفتحه مالته، هذا راح الهنج اكسس. انزين لان تغير موقع الكوندايل، هسا الان الكوندايل موقع ثابت بالجلينويد فوسا من يسوي بيور روتيشن. زين بعد الستارتنج مات الموفمنت وهي الفتحه تقريبا 2 مليم 3 مليم انه جاي تفتح انت مو اكثر، بمجرد ما تعبر هاي 2 مليم 3 مليم صار فورورد داونورد ترانسليشن راح. احنا ندور منه ندور هذا الهنج اكسس هذا البيور روتيشن، لان عندي غرض بها، عندي شغل بها. شغلها شنو؟ بالفيس بروكر. يقول لك هنا الان هذا الفيسبو اللي هو هم فد انسترومنت مثل هاي شو اسمه، طبعا اشكال بها مختلفه، فد انسترومنت هذا زين يجي ويا الارتكوليترات، ها كل ارتكوليتر الى الفيسبو الخاص مالته. يعني هذا مو يرهم على كل الانواع او كل الشركات، كل شركه تصمم الفيسبو الخاص مالتها، لانه هذه اكو اجزاء تركب شيء على شيء، فما تركب على شيء على ارتكليتر ثاني. فهو في الديفايس ريكورد ذا ريليشن شيب اوف ذا ماكسيلار ارش تو ذا تمبرومانديبلر جوينت. يعني هسه الان يقول لك البوزيشن زين مات الماكسيلا، خلي هسه تتخيلون الكلام انه هو الان انا اريد ان اسوي برزنتيشن لسكال مات البيشنت، اريد ان استنسخ هاي جمجمه المريض، هذا شو اسمه اريد استنسخها واطلعها برا. استنسخت الابراند لو كاست امبريشن، استنسخت هذا سويت ريكورد حتى اسوي للتمبرامان ديفلر جوينت، زين جاي استنسخ شو اسمه بالارتكوليتر بالفيلي اسمه ادجستبل بالفيلي ادجستبل، كل هذا احاول انه استنسخ. هسه وحده من هذه يقول لك هذا شو اسمه البوزيشن مات الماكسيلا، زين وحتى بعدين حتى البوزيشن مالت الماندبل موقعها نسبه لهذا الترانسفيرس هنج اكسس الى هذا الاماجيني لاين الى هذا الهنج اكسس اللي انت تقول الكوندايل يفتر بيور روتيشن. البوزيشن مال هالكاست الى هذا الاكسس شلون ايش قد تبتعد عنه؟ زين ايش قد؟ 4 سنتيم 5 سنتيم 6 سنتيم داونورد زين ابورد ايش قد؟ هذا شو اسمه يعني هاي 3 دايمنشن ريليشن مو 2 دايمنشن 3 دايمنشن. هذا البوزيشن مالته، من نقول بوزيشن من اقول بوزيشن يعني موقع، موقع يتحدد ان 3 بلين مو ان 2 بلين. فهذا الموقع مالته هذا شو اسمه وين؟ تقول انا شلون اعرف؟ اقول لك هذا ديفايس صممه لك اياه، تقدر انت الان انزين تجيب انزين ال انزين
بايو تريم ابر، هذا شو اسمه ابر بايو تريم، وتخليها بالبيشنس ماوث وتثبت لي البوزيشن وتثبت السكروات وهذا شو اسمه، وتنقل هاي الريليشن للاركتليتر. وبالتالي صار عندك، شوف شنو صار عندك، الابر اند لور كاست اللي هم يمثلون ابر اند لور ارج بنفس هذا شو اسمه بنفس البوزيشن للهنج اكسس بنفس المكان بنفس هذه. تقول هذه مهمه، نقول لك كلش مهمه. زين شلون هسه انتم الان سويتوا ارنجمنت، الان سويتوا انتم ارنجمنت انتيريور، وهسه بديتوا بالبوستيريور، وتقول انا اجيت سويت انتر كاسبيشن وهذا الكاسب صار بالفوسه تماما و و. زين اقول لك متاكد؟ تقول لي متاكد، وباوعتها على الارتكليتر زين، وحتى باوعتها فروم ذا لينجوال سايد، وشفت اكو انتر كاسبيشن 100%. زين هذا منو؟ هذا الترايل دنتشر اللي هو بالواكس، شيكها بالبيشنتس ماوث. زين تقول شيكتها وهم لقيت هذا الانتر كاسبيشن، وعندي الارتكال صحيح والهوريزونتال صحيح والسنتريك صحيح، واكلها ما عندي بيها مشكله. اوكي جيت هناك زين، نقول لك سويت فينيش دنتشر، يعني راح نحول هذا الواكس بس اللي تجي تشتغلون بيه ان شاء الله بالكورس الثاني نكمل لكم البروسيسنج كله، حول لي اياه الى كومبليت دنتشر من اكريليك، راح يصير اكريليك بيز ويا الارتفيشال تيث اللي هو هذا الكومبليت دنتشر، لبسه للمريض. هناك يقول شو هذا الانتر كاسبيشن اللي كان على الارتكليتر، شو ما هو شو الان؟ زين دا القى اكو اسنان جت تطبق واكو اسنان لا والله فري، شنو اللي صار؟ راح نقول لك صارت شغلتي. زين طبعا غير انه كتكنيكال ايرور، اكو تكنيكال ايرور ممكن يسوي لك مشاكل. زين اذا ثبتنا انه تكنيكالي زين اوكي، تطلع عندك هيجي زين اكلوزال ديسكريبنسي نسميها، بريماتورين كونتاكتينج، يعني اكو مكان تصير بها كونتاكت، اكو مكانات تصير بها فري تلقاه مفتوح. نقول لك شغلتين هاي ممكن تصير غير التكنيكال ايرور، بعدين نجيها ان شاء الله بالتفصيل. نقول لك هذه اول وحده عندنا البروسيسنج دايمنشنال تشينجز اللي يصير بالاكريليك، عندنا بوليمرايزيشن شرينكيج، وعندي هذا اسمه اكو هواي امور زين تصير بالماتيريال ضمن الشورت كومينج مالت الماتيريال، وهذه بها ليمت بسيط تقدر تسوي له كوركشن. الشغله الثانيه لانه انت ما سويت فيس بور ريكورد، انت سويت الارنجمنت وسويت هذا على سمبل ارتكليتر على فري بلين ارتكليتر، راح يطلع لك هي بريماتور كونتاكتنج، هيك راح تطلع عندك اكلوزال ديسكريبنسي، وتضطر لازم تسوي لها كوركشن اوتسايد ذا بيشنتس ماوث. وانسان لو كان مستخدم الفيس بور ومستعمل السمي ادجستبل ارتكليتر، هذه راح تنحصر كل هاي الاخطاء بخطا، هذه بس اللي تصير ضمن الماتيريال اللي هي البوليمرايزيشن شرينكج مالت الاكريليك، وراح تصير فد شيء كلش ماينر، وتقدر تسوي ادجستمنت كلش بسيط تنتهي ويجيك هذه الانتر كاسبيشن اللي انت تريده، وتجي تلقى هذه الشيء كلها موجوده. اوكي هذا فرق او شغل الفيسبوك ريكورد. هنا طبعا بانواع، شوف انا نقول لك انا اريد ان اسوي بوزيشننج للابر اند لور كاست زين اكورد هذا شو اسمه للهنج اكسس بنفس البوزيشن اللي موجوده بالبيشنتس. عندنا انواع، عندنا الاربيتراري فيس بو واكو الكايناماتيك فيس بو. قلت لكم كل واحد الى ارتكليتر الخاص، اربيتراري باعتبار راح يعني يسوي بوزيشننج زين، هنا انا اربيتراري لوكيتنج زين تقريبا 13 مليم انتيرير تو ذا التريجس لاين، هنا أنا بالبوزيشن، ويعتبر على انه هذا البوزيشن ما تلكون دايل طبعا هذا. واما النوع الثاني اللي هو الكايناماتيك، طبعا الاربيتراري يشتغل ويا السمي ادجستبل ارتكليتر، يعني ويا الهانو ويا الدنتاتاس ويا الويب ماكس. زين الكايناماتيك فيس بو لا، الان يقول لك سوي لي ريجستريشن، سوي لي تريسنج، وسوي لي ريجستريشن تو ذا اكزاكت بوزيشن اوف ذا كون دايل والاكزاكت بوزيشن اوف ذا هنج اكسس. زين هذا هيك الكايناماتيك يشتغل ويا الفول.
adjustable art creator ويا ال art هذا اسمه يعني أنواع زين. الكومب هذا دنشا نقول زين إحنا نستخدم ال يعني الكائنات الفيسبوك ويا ال ويا adjustable art creator زين بالcomplete دنشر زين بالconventional complete دنشر أكثرها نشتغل هذا النشط تقول عاد وين اللي ما نسووه نقول لك سووا fully adjustable articulator إلى نسميها full mount rehabilitation. دولة مثلا أنت تسوي له full mount crowning full mount bridge full mount هذا اسمه بالimplant بالهذا اسمه بليش نحتاجه. أما بالcomplete دنشر هذا الconventional technique ما تحتاج هيك شيء هذا اسمه. وغير انه هذيشه طبعا قلنا لكم هي اكسبنسيف وراد لها في سبيشال تكنيك وسنسيتيف تكنيك مو هذا اسمه ويراد لها تريننج. يعني امبورتس مات الفيسبو هي الماونتينج اوف ذا ماكسيلاري كاست. زين احنا سوينا لو تذكرون بالفري بلين احنا خلينا على التيبل وسوينا ماونتينج زين للابر كاست بالنسبه للسمي ادجستبل وفلا ادجستبل لا باي ذا Facebook تقدر زين سو ماونتنج للأبر كاست. Transfer allow a minor change in the occlusal vertical dimension on the articulator without having to make an new maxilla mandibular records. Helpful the support of the maxillary cast while being mounting. طيب نجي الكينماتيك هو الكينماتيك انزين الكينماتيك هو الفلي ادجستبل ارتكليتر ما يجي ويا السمي ادجستبل انزين الاربيتري ويا السمي ادجستبل الاربيتري يجي ويا السمي ادجستبل الكينماتيك ويا الفلي ادجستبل ارتكليتر. اكثر الارتكليترات الفلي ادجستبل ياخذون كينماتيك فيسبوك لانه يريد اكزاكت ريجستريشن مو انزين اربيتري بوزيشنينج اوف ذا هنج اكسس. نجي على الماونتينج زين كلكم اشتغلتوا ماونتينج زين ومع ذلك هم راح نسوي فد ريفيو سريع عليها وصارت عندكم هذه شو اسمه زين يعني ايرور ويمكن هسه راح نناقشها بعض منها صارت. الماونتينج بالنسبه للفري بلين زين كلش بسيط ما عندنا بي مشكله كل ما هنالك تسوي فيكسيشن لل ابر بايتروم اند كاست على الماونتينج تيبل زين وراح يصير الماونتينج اكوردنج تو ذا بون ولا تراينجل زين هناكم. وسوي هذه اهم شيء عندنا الميد لاين مالت الكاست يكون كونسايد وذ ذا ميد لاين اوف ذا ارتكليتر نسوي له ميديولاترال اورينتيشن زين و زين طبعا هاي غير انه تفتح بي شيب زين على مود هذا الشيء بالكاست نقول بريبريشن علمناكم اياه وراح نقول لكم شنو فائدتها. ورا ما سويت mounting to the upper cast راح ناخذ centric relation ندز على مريضنا ناخذ centric relation زين ونسوي mounting to the lower cast according to this relation. طبعا ال mounting بالنسبة لل upper بالنسبة لل semi adjustable وال fully adjustable articulator زين اختلافاتها هي انه ذاك سوينا على plane يعني على ال mounting table هذا نسوي الماونتينج اوف ذا ابر كاست باي ذا فيس بول هذا الفيس بول ريكوردز زين نثبت ال زين الابر بايتريم والكاست وسوي ماونتينج ذا ابر كاست. هذا الاختلاف الرئيسي ما بين الفري بلين وما بين السمي ادجستبل ارتكليتر. بعدين هم ناخذ سنتريك ريليشن ونسوي ماونتينج تو ذا لور كاست. إشارة بالإضطراب وبالتالي السلايدات ما جت تطلع بس خلنا نرجع شوية. ما جت عموما عندنا إرر صارت بالماونتينج أنتم يمكن واجهتوها زين قلنا لكم انه اذا بور سنتراليزيشن ممكن تعطيك ايرور زين يعني الميد لاين مو كونسايد وذ الميد لاين اوف ذا ارتكليتر الانسايزال بين نوت كونتاكتنج ذا انسايزال تيبل زين اي ما الاشاره
ما جت طلع الصور صراحة، يعني فيها مشكلة. إذن الإرار كلكم أنتوا يعني مريتوا بيها وقلنا لكم إنزين تتلافوها إنزين. أكو سؤال لحد الآن بالنسبة للأرتكليترز؟ وبالنسبة للماونتينج الحضور أنا راح أسجلكم حضور من ال شو اسمه يعني الحضور بأول ساعة مسي هذه، أنا راح أسجل حضور حسب اليوزرز اللي موجودين يعني، ولو حضوركم قليل ونعتب عليكم. زين زين قلنا لكم وين كانت، زين وين كانت يعني هي ريفيو بس يعني نحب نشوفكم زين ونسأل ونشوف شنو الشغلات اللي تحتاجوها. وقلت لكم قبل شوية كل شيء نسوي ديسكشن زين سواء أونلاين. زين 52 حضور بس عددهم أكثر من هذا الشيء. زين يا حيدر يا رياض يريد الكل، احنا تهمونا كلكم. ليش ما ينحسب الحاسب ما يحسب هذه اسمها؟ المفروض يحسب الدور هذه اسمها الصفحتين، ليش صفحة واحدة؟ كلكم عندكم هيك مشكلة؟ رقية يقول ما بي شيء. عموما احنا راح انا اسوي اعيد شوف نتائجكم يعني ما فتحت النتائج لحد الان صراحة. السنة صعبة الجروب جروب سهلة؟ لا هاي مو ما هاي ما الأسئلة جروب عن جروب عن من الصير جروبين يعني. إحنا ليش ردناكم جروب واحد حتى لن نخلص من هاي الملاحظة؟ بس زين دائما أسئلة صعبة يعني شوفوا خاف بعدين هذه تكون ترى الآن أنا هذه الامتحانات اللي هي أونلاين اللي هي Open Book Exam زين ما نعطيها ذاك الحساب لأنه مو تقييم حقيقي للطالب صح يعني ليس تقييما حقيقيا للطالب. ما بيها التقييم الحقيقي للطالب هو الامتحان الحضوري وما تعلمه والامتحان العملي الحضوري. زين هذا اللي يقيم الطالب حقيقة. أنا ما يعني صراحة ما أركز على الدرجات اللي جيت أخذوها زين بهذه الكوزات. ما زين اوكي دكتور كون دايلر انكلينيشن غير ينطني بروتروسيف واللاترال. لا مو بس مو ما ينطي اللاترال مريم ينطي بس بروتروسيف. زين اللاترال نقصد هذا شو اسمه رايت وليفت شلون يتحرك الماندبل تو ذا رايت تو ذا ليفت هذا اللاترال جايدنس شلون يا مريم. وهذه هم بها بزاويه اللي هي اللاترال كون دايلر لاترال جايدنس. والله يا ريت ما عندنا مانع بس ما اعتقد شو اسمه لانه قرار الوزاره حسب انه كله يكون امتحانكم الكتروني ما اعرف. احنا يا ريت اني الملزمه مكتوب ايش ملزمه إيه بالسيمي أجستابل مريم بالسيمي أجستابل يطلع اللاترال
من الفورمولا يطلع من الهوريزونتال. عرفتين شلون؟ من الفورمولا، مو هاي الفورمولا ال سوينا اتش على 8 زائد 2، لذلك نحصلها من فورمولا، مو مثل الفولي ادجستر. تقدر تاخذها تسوي لها ريجستريشن، مو تقييم للتعب مرات تحصل لنا. الان انزين، الان شوف قلت لكم هذه الدرجات انزين، يعني هذه الدرجات هو هي هذه انت اللي راح تاخذوها وتنزل لكم بهذا الشيت. يبقى انه التقييم الحقيقي بالنسبه للعملي لا انزين، هذا شغلكم شلون تشتغل، هذا شو اسمه شلون شغلك، ونشوفه هذا شو اسمه انزين نشوفه قدامنا. ويا ريت يا ريت كنا نقدر انه نسوي الامتحان يكون انزين حضوري، والامتحان العملي يكون عملي حقيقي، بحيث تشتغل تقعد تسوي ارينجمنت قدامي، تقعد تسوي سبيشال تري قدامي، حتى تبين انزين مدى استيعابك وتبين مدى هذا شو اسمه انزين ايديك. لكن انزين باكر موجود، لا باكر ما موجود بالجامعة. انزين يوم الاثنين ان شاء الله نكون موجودين، يوم الاثنين نكون موجودين لان صف ثالث راح يداومون. في يوم الاثنين نكون موجودين، اللي عنده شيء هذا شو اسمه يقدر يجينا، اللي محتاج مواد، اللي محتاج هذا شو اسمه يقدر يجي، وموجودين هذا شو اسمه المعيدات وموجودين. انزين ان شاء الله انتوا امتحان الاستضافة انزين راح نحدد موعد الامتحان الشامل وندزه للممثل انزين قبل المد. طبعا هو قبل المد اكيد لازم يكون الامتحان قبل المد بالنسبة لنا. اتفق ويا الممثل مالتكم على الامتحان الشامل، باعتبار احنا هسه خلصنا كل الكوزات وقعدنا الامتحان الشامل، نحدد له وقت ونحدد وقت الامتحان العملي اللي هو الاورالي. تريد الشيء حيلكم تقرون زين، لأن ما بقى شيء، هي هاي نهاية لها. بالتصوير ما تبين ابني عزيزي مصطفى، ما تبين زين، ما تبين ال يعني زين هذه تشتغل، ما تبين التقييم، لأن إحنا لا تشوفون، إحنا نشوف ال زين الأرنجمنت ونشوف، هذا ما تبين بالصورة. سويت لكم مراجعات راح تطلع لكم الإجابات، سووا ريفرش تطلع لكم الإجابات الصحيحة. نظري جيت امتحنون بس مو أكو امتحانات، بس أكو امتحانات فاتتكم، لأنه بداية الكورس كان الامتحان حضوري وليس هذه أونلاين، حتى تعوض لكم الامتحانات اللي حضوريا ما امتحنتوها. اي هسه الان قلت لكم اذا تحتاجون يعني تسوون جرايندنج للاسنان باعتبار انه ماكو هذه سبيس وتقولون اريد هاي سوون، انت تقدرون تجون بس بشكل فرادي، يعني مثلا كل اثنين كل ثلاثه تجون للمختبر زين تسوون جرايندنج للدنشر بيس، تسوون جرايندنج للاسنان، فما عندنا مشكله، ما عندنا مانع. الامتحان العملي يكون بجامعه يا ريت، كنا نتمنى. وإذا يعني وافق السيد العميد أو وافقت الجامعة إحنا ما عندنا مانع يا ريت. ومع ذلك إحنا إن شاء الله إيه أنا فاتح السيد العميد إن شاء هذا اسمه من اليوم بالليل، فإذا وافق ما عندنا مانع. ما يحتاج تصويت ابني إنزين، يعني هي ما تحتاج تصويت، وخلي توافق الجامعة أولاً. اي خلي توافق الجامعه توافق الكليه العمل هذا اسمه يوافقون على انه امتحانكم عملي، زين ذاك الوقت انتم صح تصيرون مخيرين بين العملي يعني الاورالي وما بين العملي الحضوري، زين وتسوون تصويت بيناتكم. بس الان انه انتم كله يقولون امتحنوهم اونلاين، لا تمتحنوهم. ترميمي إيه هو هذا الامتحان الشامل الترميمي، مو قلنا رسل ونحدد مو هذه حتى لو يكون على أيام مو شرط نفس اليوم. زين إيه مو شرط نفس اليوم كلكم يا إخوان، ما عندنا مشكلة،
بس تكون توافق الجامعة. اي ابني والله ما عندنا مانع، حتى لو هذا شو اسمه زين ما عندنا اي اشكال، خلي زين مثلا كل سب جروب كل هذا شو اسمه ما عندنا، بس زين بس مسألة حضوركم الى الكلية اعتقد الجامعة زين يجوز عندها تحفظ بالموضوع باعتبار انه هذا يخالف تعليمات الوزارة، ما اعرف يعني هسه هذا زين، فنفاتح العميد ونشوف زين، واذا وافق ما عندي اي اشكال، احنا موجودين. وبالعكس انا اتمنى انه يكون امتحانكم عملي بيور، لانه الماده النظريه لها مكانها والماده العمليه لها مكانها، لكنه شو نسوي. وبالنسبه للامتحان الترميمي او الامتحان هذا اسمه، هذا هو امتحان اختياري راح نحدده شامل بكل المحاضرات للي يريد يمتحن يعدل له درجة من الدرجات هو المأخذة. وبالنسبة يعني بالنسبة للمستضافين تعوض له درجة الامتحانات اللي ما امتحنها ويانا. تمام، بس رابع وخامس واحنا جامعتنا ما فيها. يعني مو هذا الكلام هذا يا رقية، يعني زين احنا نقوله باعتبار ما عندنا رابع وما عندنا خامس، بس ولو هو الثالث الآن نشمله بالحضوري بالنسبة لدروس الاختصاص، يعني احنا الثالث يداومون وما عندهم حسب السيد العميد يقول احنا بالقوة انه وافق الوزير على رابع وثالث، يعني كان المفروض بس الخامس، وبعدين هم بس دروس الاختصاص ما عندهم، مو مشكلة العدد بنتي، مو مشكلة العدد هذه، هي المشكلة انه الوزارة جاية تتعامل ويا زين ويا كل الكليات على انه يابا انتم يدامون الثالث ورابع وخامس بدروس الاختصاص فقط، هي هيك المشكلة مو ليست مسألة عدد. ما بيطلعوا بالجامعة ونجي يا ريت، نتمنى بس مو نخاف، لان يعني الوزارة تعترض على هذا الشيء، احنا ما عندنا مشكلة، ومع ذلك نفاتح السيد العميد والسيد العميد يفاتح رئيس الجامعة، واذا وافقوا فنرتب لكم جدول بالنسبة للعميل بحيث لا يصير تزاحم ولا يصير اسمه تجونا مثلا 86 واحد تجون كل 15 واحد كل هذا شو اسمه، يعني زين وننشركم على المختبر زين تصيرون 6 جروبات ما عندنا مشكلة زين. الله كريم ان شاء الله. مع ذلك انتم حضروا لكل الاحتمالات، صار العملي احنا متحضرين وجاهزين اذا صار حضوري، ما صار هو راح يصير اورالي اون هذا على الزوم بروجرام، وان شاء الله يكون على الاسبوع، يعني مو هذا الاسبوع القادم بس اسمه، لازم احنا قبل الامتحان باسبوع على الاقل مكملين الامتحان العملي، سواء حضوري كان او كان اورالي. اوكي يعني اذا مو جامع الجامع اذا صار ما ذلك نحاول احنا باعتبار انه هذا طلبكم. اذا صار اورالي، لا الاورالي قلت لكم الاورالي راح نسالكم بكل شيء انتم اشتغلتوه، راح هذا اسمه، وبما انه احنا محاضراتنا هي لها علاقه وطيده بالعملي فكلهم انتم يعني مسؤولين عنها، بس اكو ثيوريتيكال بوينتس هاي ما اسالكم عليها طبيعي زين، يعني ما نسالكم يعني راح اجي اسالك اقول لك شنو الفولي ادجستبل ارتكليتر، ما اسالك عليه لانه هذا اصلا لا انت شفته ولا اشتغلت به ولا هذه اسمها، كل ما هنالك احنا نعطي لكم اياه ضمن المحاضره، ما عدا ذلك اكو امور لا شنو هذه اسمها، نسالكم بالارنجمنت، نسالكم بالماونتنج، نسالك بالريكورد، نسالك بالبايو
بالبايت ريم نسألك النظري اللي ما مشتغلة ما نسألك به ابني لا تخاف زين منتظر علي لا تخافوا شوفوا مدى أقول لكم الكلام أول بداية المهم أنتوا قلقين من الامتحان زين في حين لازم تكون قلق زين من شيء إنه تعلمت لو لا افتهمت لو لا شو استفادت من هذه السنة من هذه المادة أقلقوا بهذا الاتجاه إخواني أكثر مما تقلقون منها مع ما بقية الأمور ترى كلها سهلة وبسيطة أوكي اللي يحب يغادر براحته واللي عنده سؤال يبقى ويانا ما عندنا مشكلة احنا باقين يومكم مننا بعد ربع ساعة يلا نشوفكم بخير إن شاء الله.